دائما اثناء الدعوه الى التبرع يحضر ان هذا الطريق مثلا هل يصل او لا يصل هذا السؤال يكون حاضر بقوه وكثير من الناس يمنعهم هذا من من التبرع اصلا بمعنى انه لا يخرج صدقات بحكم انه لا يثق في هذه الطرق توجيهكم حول هذا الموضوع يعني هو اذا تحرى الطريق الذي يغلب على الظن وصوله فيه أو وصوله به الى مقصوده وكان المشرف عليه ثقات وجهات رسميه في اشرافها وصادقه فالذي ينبغي ان لا يكون هذا عائقا هو عندما يبذل الانسان المال لاشخاص افراد يعني او جهات غير معروفه حسابات مجهوله وهذا ينتشر كثير انه حسابات يتداولها الناس للصدقه لايصال صداقاتكم لاخوانكم يعني يصدمون بان حسابات اما شخصيه وحسابات ك لاناس مشبوهين ينبغي سلوك السبيل الامثل اذا عرفت شخصا يوصلها بنفسه وهو وثيقه ولا يمكن ان تتسرب الى ايدي غير امينه فافعل اذا كان لا معرفة لك بذلك والجهات الرسمية قد فتحت الأبواب ففي الجهات الرسمية تبرى بالدفع إليها الذمة والإنسان يكون قد شارك وإنما الأعمال بالنيات وكون الإنسان يقول والله احتمال تصل أو احتمال ما تصل هذا لا لا يمنعه من الصدقة وفي هذا قصة الرجل الذي خرج فتصدق فوقعت صدقته في يد زانية في أول يوم فقيل فتحدث الناس وقعت في زانية قال الحمد لله لعل الله ان يعفها عن الزنا ثم يوم ثاني يوم في سارق ثم في ثالث يوم في يد غني وقد كتب الله له ما اراد انما العمل بالنيات والله عز وجل هذه الصدقه لا تقع في يد القابض انما تقع في يد رب العالمين يربيها لك ويؤجرك عليها بالتاكيد تامل وتسعى الى ان تصل يعني تفرح اذا وصلت ولكن اذا حال دون ذلك حائل فلا فلا حرج عليك ولا ينبغي ان تكون الاوهام مانعه من الاحسان عندما تكون الاوهام حاضره وقويه فعند ذلك يقع اشكال لكن ابعد الاوهام هذه عن ذهنك وتوجه للجهات الموثوقه من مؤسسات او جهات خيريه معروفه مرخصه ذات مصداقيه واستعن بالله ولا تعجز